هاي مرحبا ويا مهلا، اهلا بكم اهلا بكم اولا. على وين يا جحا؟ ولماذا أراك هكذا حزين؟ أنا وحماري مسافرين تاركين البلاد مغادرين. إيش رأيك تدور مذكراتك أثناء رحلاتك، ويوم تعود لنا في رمضان تقص علينا ما شاهدته في البلدان؟ وأين أصدقائي الآن؟ إنهم ينتظرونك في المطار. إذن هيا فلنسع ونركب الحمار. أخشى أن نتأخر عن موعد الطائرة. آه يا حماري، كنت أريدك تطير، كنت أريد أجعل لك شان بين الحمير. آه يا حماري، آه يا حماري، إلى اللقاء إلى اللقاء. اجزلوا يا صديق العطاء، اجزلوا العطاء يا أصدقائي. قلت في نفسي يا جحا، ليش ما تعيد أيام الشباب وزمان الصبا؟ بس بطريقة حديثة متطورة، أدور وألف الدنيا على حماري بعد ما حوله لطائرة. أصبروا واسمعوا، لا تضحكوا لا تسخروا.